بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ده على فترات متقطعة. وفي كمان نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة أيضا. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، وخصوصا إن الناس مستنية الجو البرد قوي لحد دلوقتي ما ظهرش، وفي الآخر رديت عليهم لما كل الناس بتسألني فقلت لهم يا جماعة إحنا فصل الشتاء هيبدأ لسه يوم الجمعة اللي جاية، إحنا بس مستعجلين شوية عن الأجواء البرد والشتاء المعتادة بتاعتنا. بالفعل احنا لسه فصل الشتاء لم يبدأ بعد، ان شاء الله يوم الجمعة الجاية تبقى البداية الرسمية لفصل الشتاء، وكمان ذروة فصل الشتاء وانخفاض قيم درجات الحرارة في جمهورية مصر العربية بتكون في شهر 1 وشهر 2، ما زلنا في فصل الخريف، ويمكن كمان احنا خلال هذه الأيام بنعيش استقرار تام في الأحوال الجوية وارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، نعتبر أعلى من المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 2 لـ3 درجات. يمكن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، اليوم متوقع أن هي تكون 24 درجة مئوية، فده أعلى من المعدل بحوالي من 1 لـ2. الأجواء فترة النهار ده سببه إيه يا فندم؟ بسبب طبعا ان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي بحس بارتفاع قيم درجات الحراره، كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه صحراويه، فتره النهار فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره بشكل كبير، فده اللي بيخليني احس بارتفاع قيم درجات الحراره، مع وجود طبعا اشعه الشمس بتحسسني بالدفء بشكل كبير، فتره النهار بيبقى مستقر ودافي تماما في معظم محافظات الجمهوريه، بيكون تحديدا كمان ده في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل اللي هي بتعتبر اشعه الشمس مصدر الشفافه خلال فتره النهار، بنحس بانخفاض كبير في قيم درجات الحراره، وخاصه في فترات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر. صحيح. صغرى فتره الليل بتسجل على القاهره الكبرى 14 درجه مئويه، بالاضافه كمان ان المدن الجديده والاماكن المفتوحه بشكل كبير بتحس بقيم درجات الحراره كمان فتره الليل اقل. فأجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، محافظات شمال الصعيد بتوصل لصغرى فترة الليل لـ10 و9 درجات خلال فترة الليل، ففي انخفاض في قيم درجات الحرارة لكن ملحوظ أكثر فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. كمان دايما الظاهرة الجوية المؤثرة في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية، واليوم كانت شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ووصلت لحد الضباب في بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات السواحل الشمالية أو الوجه البحري ومدن القناة. ضباب يعني انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، بيوصل أحيانا لأقل من 1000 متر، ويمكن كمان أحيانا بينعدم الرؤية الأفقية لما الشبورة المائية بتوصل لحد الضباب، لكن إن شاء الله خلال ساعة أو ساعتين بالكثير هتبدأ الشبورة المائية تتلاشى تماما من على أغلب محافظات الجمهورية وتتحسن الرؤية الأفقية. كمان اليوم متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية مطروح الإسكندرية، لكن في مجملها أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بالإضافة كمان وجود نشاط نزل الرياح في بعض أماكن الجمهورية، نشاط الرياح ده غير مثير لأي رمال وأتربة، فقط هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل. بس بحس إن الجو السمع فيها بعض الشوائب العالقة حتى بالليل، يعني من طول اليوم وفي شوائب عالقة حتى يعني خمان حتى لساعة الفجر. يعني هو وجود المرتفع الجوي اللي في طبقات الجو العليا ده اللي بيحبس الرطوبة وأي ملوثات وأي شوائب في طبقة قريبة صحيح. من سطح الأرض، فعشان كده احنا بنشوف الأتربة يعني الشوائب العالقة أو الملوثات بتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات اليوم او على مدار اليوم، يمكن كمان بتبقى واضحه بشكل كبير مع تكثف الرطوبه او بالظبط مع الشبوره المائيه فترات الليل المتاخره الساعه 11 بالليل 12 بالليل.
يمكن ده ميعاد تكون شبوره مائيه، لكن احنا بنتكلم ان ميعاد تكون الشبوره المائيه الكثيف بشكل كثيف بيكون تقريبا احنا هنقول الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر معانا بقى حتى سطوع اشعه الشمس على حسب كثافه الشبوره المائيه. متوقع ان شاء الله من غدا تبدا درجات الحراره تنخفض بشكل تدريجي، لان هنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط. الكتل دي هتكون منخفضه بشكل كبير في درجات حرارتها، فغدا عظمى على القاهره الكبرى هتكون 22 درجه مئويه، مع يوم الثلاثاء هتكون 21 درجه مئويه، وهيستمر معاها طبعا الاستقرار في الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع كله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، بشكرك شكرا جزيلا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 24، الصغرى 16، العاصمة الإدارية 24-14، الإسكندرية 23-13، العالمين الجديدة 23-12، مطروح 22-12، دمياط 23-14، بورسعيد 23-15، إسماعيلية 24-13، السويس 24-14، العريش 23-11، كاترين 20-3، طابة 22-14، حلايب 27-21، شلاتين 29-21، شرم الشيخ 28-18، الغردقة 28-17، الفيوم 26-11، بني سويف 26-11، الوادي الجديد 30-10، أسيوط 27-10، سوهاجة 29-12، قنا 30-13، الأقصر 30-14، وأخيرا أسوان 31-16. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يمكن درجة أو درجتين عن المعدلات الطبيعية، لكن من بكرة هتبدأ تنخفض مرة تانية. نخلي بالنا كمان في ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لجمانة وشازلي علشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لكم.